السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ هانيين، كلشي بخير في اي بلاد، في المغرب وخارج المغرب كلشي بخير، امور لاباس ياك؟ نتوما هانيين الحمد لله. كنقولش ليكم راه البكيه في قلبي، ونطلب الله ليكم السلامه يا ربي والرحمه ديال مولانا، يا ربي ترحمنا يا ربي. ودابا غادي حاجاكم هو الدار، وناخذ شي حاجه من المحل، لحقاش خفنا لا يسدو لينا المحل حتى هو غيسدو، حيت سدو دابا كاع المحلات. وانا شي 3 ايام ما خرجت ما خدمت ما والو، غير في الدار، غير راجلي عيانة شويه، ولينا مراض ولينا مسودنين ولينا بزاف، وديما كنديروا الدعاء وكنطلبوا الله يا ربي ترحمنا برحمته. وهادشي اللي كنسمعوا راه خلعنا بزاف بزاف والله الحبابات، خلعنا زعما شنقول لكم، حنا مأثرين وانا نشوفوا غير حبابنا ومشوا عند والدينا، ولينا خايفين نديو لهم شي مرض والله. دابا رانا غادا خارجه والله الا في الله، ولا خاصني غير شي حاجه غادا نتسخر، اما ما نكذبش عليكم هاد 3 ايام وانا مريضه مهدوده والله. فنطلب الله العفو يا ربي يا مولانا، ونستغفر وطلبوا معايا ودعوا معايا يا ربي تحفظنا وتحفظ أمة المسلمين يا ربي. هاد الابتلاء جا واعر بزاف يا ربي تحفظنا يا ربي. والله ما حسيناش بيه في اللول بزاف، ولكن ما نصحابوش هكا والله. يعني أنا رايحة الباس، الله يحفظ الباس. دابا خلوني نهود تنديرو نكمل معاكم الهضرة، ونشوفوا الشارع كيفاش داير، ونشوفوا الوقت كيفاش داير. ايوا حنا باقي خدامين، القهاوي كاع شفتو، المحل ديال الساندويتش شفتو، الله يحفظ الباس وصافي. اللي عنده الكرا وعنده مسؤوليه والخدامه مساكن فين غيمشيو؟ دابا المشكله الخدامه، اللي خدام مسكين هذاك النهار ديالو ضروري خصو يخلص منه الكرا، يخلص منه والله الا الله يحسن العون وصافي، ليهم ولينا. الله يحفظ الباس وصافي، الله يفرجها، الله يفرجها علينا يا رب. انا جيت عند جارنا كنتقدو عدو ديما السلعه، عرفتي الثومه ما لقيت ما نعزل الثومه، انتم ثم ما لقيت ما نزل، عرفتي اش دايرين؟ العديسه هادشي اللي بقى، نجمع هاد العديسه نديها غير باش ندير حريره وندير هكا شي حاجه ديال القطنيات، عرفتي؟ تبارك الله الناس اش داروا، الله يحفظ الباس. تقول لي ايوا انا دابا في المحل، ولدي دابا عاد شويه غادي يجمع. ايوا نبركو ندوي معاكم شويه، عرفتي الشارع كيفاش دايره في لاباس؟ اش غنقول لكم تحديت؟ اش غنقول لكم شي تحديت؟ خدي غير شي حاجه شويه 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 بولا شويه هكا شويه لوبيا شويه هكا شويه قطنيه هاد المحلات باقي محالين، غير بنادم دار هاد الحاله، واخا مسكين كيجري باغي يتقدا، وبنادم مخلوع وجهو كحل زرق، عرفتي حالته مسكين باينه فيه الموت والله الا الله يحد علينا الباس وصافي، الله يحد علينا الباس. والوقت البيع شرا شويه دابا نقص في الباسي ولا هذا كلشي غنحبسو دابا، تا كان ان شاء الله يحيد المرض هذا وحد علينا الباس يا ربي وحفظنا. شنو نقول لكم احباباتي، والله الا راه حنا مخلوعين، والله الله يكون معنا، والله يسترنا، ديروا الدعاء، الله يرحم والديكم. راه حنا والله انا بعدا فشلت شي 3 ايام، هذه النهار قالوا لنا غيبركوا الدراري من المدرسه وانا مريضه، مألمين هذو اللي كيجريو على الماكله، بعدا انا بعدا كنا كنت غير كنشوف فيهم، ما خاش حنا والله الا تسدات لينا الشهيه بحال الموت عندنا، والله الا بحال الموت عندنا. الله يحد الباس وصافي علينا وصافي. والله دعيو وديروا الدعاء احبابي، ديروا الدعاء الناس، ديروا الدعاء الناس، ديروا الدعاء، واستغفروا وقراوا القران، والله الله يحد علينا الباس، والله الله يحفظنا وين جينا وين تباركا حاضيه غير راسك، عندك عندك عندك، الله يحفظنا وين جينا يا ربي يا ربي. عرفتي اللي عنده كرا وعنده محلات كي غادي يدير، اللي عنده مسؤوليه واللي عنده دير قرعات الله يحسن العام. وشحال من واحد خدام وجلس، والخدامه شحال من عام خدامين معاك، تقولي لهم بركو ثاني كتجي في شكل كتجي، والله الله يصايب لينا ولينا، لينا وليهم والله، الله يحد الباس والله، الله يحد الباس وصافي، الله يصايب. مناش مناش تقول لي مناش شدتنا الخلعه، مناش شدتنا الخلعه، هي بنادم من يموت الله يقدر الله، الله يقدر كاع غنموتو حنا، واخا عارفين عندنا اي وقت غنموتو. والله الا كندوي معاكم راه شاداني تقفقيفه، مناش ماشي تقفقيفه دايره شي حاجه ولا خايفه من شي حاجه، الحمد لله تجي الموت الحمد لله الله والشاكرين في اي وقت والله ما خايفين، ولكن الله يعطينا شي موته مستوره، الله يعطينا شي موته مستوره. علاش الموت جي قال لك؟ والله الا شي فيديو كيلوحهم قال لك الموت جي، ومن يجيك حبابك ما يجيوش يشوفوا يطلعوا لك، ولا حتى يغسلوك، ولا غيجمعوك في ميكا ويديك وحرقوك. راه زعما هذه راه صعيبه، هذه راه عمرنا شنا هذه في العالم، حتى شناها كنا كنسمعوا غير من بعيد، هذه بزاف هذه، يموت لك شي حبيب ولا عزيز عليك، وما
ما تشوفيه ما تعنقيه ما تمشي تعزيه ما تجي تخافي من هذوك الناس اللي ميت عندهم هذاك السيد بهذا هذا الكورونا وهذا المرض هذا هذا الابتلاء هذا راه كاين في القران. الله يرد بينا يا ربي ترد بينا يا ربي يا ربي يا الحبابات ترد بينا. الله يحد الباس الله يحد الباس علينا يا ربي. ديروا الدعاء واستغفروا الله يحفظنا ويحفظ جميع أمة المسلمين ويحفظ لنا أحبابنا وعائلاتنا. بعد في هذا النهار هذا أنا بغيت كاع الناس اللي كنعرف عائلتي وحبابي وجيراني وكل شيء الله يحد علينا الباس يا ربي. عرفت الصداع تاع الشارع ما قدرت دابا حد ديما نجمعو كل شيء جامعينه اليوم راه صافي غير جمعنا بما ولدي جا ويجمع كل شيء دخلوا لكم سنة 19 سنة كل شيء مجموع تا وكان ان شاء الله حيدر بالمرض وخير الله مقدين السلعه والله الا حيدر شي سلعه هنا كاين شي مناسبات الا كل شيء تاجل الله يحد الباس وصافي الله يحد علينا الباس والله يلطف علينا الله يلطف بينا يا ربي الله يلطف بينا. باش غنقول لكم احبابي ديروا القران في داركم تلقوه صليو وديروا الدعاء واللي عنده شي حبيب ما عندوش من عائلته ما عندوش ما فحالوش وباش يتقدم مسكين ما عندوش يمشي تعاون معاه يمشي اللي عنده شي فلوس يعشر منهم يزكي منهم لازم يمشي يبقى شاد الفلوس كاز عليهم يعاون الشعب يعاون الناس اللي عنده شي فلوس يتعاون مع الناس. لكن اللي مشاري منقل ما نقولش لكم اش نقل كاين مسكين كياخذ غير بشويه بشويه الله يحسن العون ربي اللي عالم كل واحد والله راه بنادم كتشوفوه كيقول راه والله الا مكحل ربي اللي هذوك والله الا هي اللي صارقه يمكن كله ربي اللي عالم بيه كله كيفاش دار لي الله والله يصايبو صافي هادشي اللي غنقول لكم. ونتمنى يا ربي كاع الناس لاباس عليهم يحنوا في الضعفاء اللي عنده شي فلوس يصدق صدق صدق شوف هاد الابتلاء اللي جا راه خاص بنادم يصدق وخاص بنادم يخاف الله وخاص بنادم يتسامح ويشوف الدرويش اللي ما عندوش والله الله يحد علينا الباس يا ربي يا ربي تحد علينا هاد الباس يا ربي يا ربي اللي ما خافش بنادم الصداع ديال الترام عندك حزن هنا ونمشي الصداع ديال الترام نجي هنا كل ما غادي نمشي ليه كنلقى الصداع ما كيخلينيش ندوي والله الله يحد علينا الباس. اللي عنده الفلوس نقول لكم من هنا اللي بخير عليه وعنده فلوس كثار يصدق منهم يزكي منهم يعشر منهم ويصدق على المسكين يصدق عباد الله على المسكين كاين المسكين بغى غير كيلو د العدس ما لقاه. راه ماشي كنقول لعباد الله صدقوا غير صدقوا من ولا راه كاين الناس اللي ما عندهمش كاين اللي مسكين بغى غير باش يصرف باش يقضي ما عندوش وتباكيته تي ما لقاهاش والله راه حنا كنصدقوا من القليل ما عندناش واخا من الكريدي نصدق ونعطي وندير والله يعطي البنادم المقربين الحباب والمقربين اللي ما عندهمش يسول عليهم وشوفوا مش خاصهم وبنادم يتخشى وراه كاينه غير الموت واش بنادم عباد الله واش بنادم راه ما نقولش لكم بنادم واش هذا الشيء اللي طاري وهذا المرض وبنادم باقي كاز وباقي حاقد وباقي بنادم ما بغاش يعرف ان راه كاينه غير الموت. ربي عطانا الابتلاء هادشي راه ذكروا الله في القران الله يهدينا على بعضياتنا الله يحننا على بعضياتنا والله يجيب لنا الرزق باش نصدقوا على الناس واللي ما عندوش عنده الله واللي عنده كنقول لكم زكيو على راسكم عشروا ما عندكم باقيين حيين صدقوا صدقوا على راسكم ما عندكم حيين حاجه زوينه صدقوا على راسكم ماشي تموت عاد غيصدقوا عليك شكون اللي بغى يصدق عليك وهذا المرض والله حتى بغيتي حتى تموت ما كاين اللي غيجي عندك ولا غيطلع لك ولا يشوفك حتى كي بقيتي لحقاش هذا المرض خطير الله يحفظنا وين جينا هذا الابتلاء جا خطير الله يحفظنا وين جينا وين جي كاع العباد والله يهدينا على بعضياتنا والله يشوف من حالنا والله لا اله الا الله محمد رسول الله تشوف الشريح حالته الناس حاله الحمد لله الحمد لله الله يلطف بينا والله الا دابا الناس واقفين واقفين ما كاينش والو 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 بعشره ما كاينش حتى حاجه ما كاينش الله يحفظنا ونجينا الناس خايفين الناس ما خارجينش الناس عاطي وجههم راه ما نقولش لكم بين فيهم حاله الموت شي داخلوا بالصفير شي وجه زرق شي وجه ما كيدير بنادم خايف وبنادم مرعود وكاك قاصح بنادم اللي عنده شي فلوس شادهم ما يصدقوا ما يزكيو باز اللي ما كيزكي ما يصدق كاز على الريال وشوفوا الناس اللي ما عندهمش شوفوا الناس والله الا الناس كيعيطوا لي في الواتساب شحال من واحد مسكينه ما عندهاش لا ربي اللي عالم كل واحد شحال من واحد راجلها مريض ما خدامش. اليوم هو النهار الاخر ان شاء الله هو ماشي الاخر كاع وغير بما حيد هذا المرض غنحبسوا الخدمه ديال البيع والشراء لحقاش يا
اللي بغى شي حاجه يتصافر ولدي واللي بغى تشلم لي. ما دابا اللي بغاني حتى انا شي حاجه يتصافر. دابا ما عند بنادم خريج ما عند بنادم والو كي غادي يدير؟ الله يحد الباس وصافي. والله الا ما نقولش لكم راه حنا مألمين وربي اللي عالم بينا. والله يحد الباس يا ربي الله يحد الباس. سدينا المحل دابا سديتو صافي الله يجعل البركه. سديتو وغيسد وياه الله يصايبو صافي الله يحفظك الجيران حتى هما سدو الله يدير شي تاويتا الخير وصافي. والله الفوق بشي يجبد ليا واحد شي حاجه خاصاني الشارع والله كلشي الناس باينه فيهم خلعه. الله يحد الباس وصافي الله يحد الباس. دار في الشارع ولا كيصفر والله بنادم غير تقدا وخايف. الله يحد الباس عينا موت وحده اللي كتجي كتخافوا من هذا الموت هذه. الله يستر وصافي. والله بنادم ولا ميت ووالدي وعائلته ما يجيو عنده ما يشوفوه ما يعزيوه. الله يحفظ دار السلامه وصافي الله يصايب صافي علينا يا ربي تحد الباس علينا. اش غنقول لكم والله الا جايه رجليا كلهم كيديروا الوق كيتراعدوا الرجلين. ماشي بالخلعه بانني غنموت ولا الحمد لله اللي جات من عند الله مرحبا بها. لا غنموت وشحال قدنا غنبقى حتى واحد ما غيبقى حتى واحد. كنا غادي غير هاد الموته هادي قال لك ما يشوفوك حبابك. نعاود نقول لك ما يشوفوك ناسك ما يطلعوا لك ما تشوفي الناس ما تمشي عندهم ما تسلمي على حد. والباب والله الا الباب حتى الصوني بغيت نصوني دابا كاينه بنتي مشيت سخرت وجيت بغيت نصوني مورك هو كنورك والله الا بداك داك الكابرا حيدتو داكشي ديال الله غير كديري كتخافي. وليتي مسودنا ولينا مريضه ولينا مراض. الناس كيقولوا كيتقداو خايفين وما عرفت كي دار لي مام. ولكن امر الله حمدنا الله وشكرنا حمدنا الله وشكرنا. واش نقول لكم احبابي والله لا لا حنا مألمين خلاص. مني قالوا صليو في ديوركم الا بنادم تألم وتخلع بزاف والله ودي الله يرجع في الله وصافي. دابا حنا نيت المحلات عندنا راه حدانا الشارع بدا يصفر مابقاوش دوك المحلات ملي كتجي راه خاويه الدنيا كلشي مشى بكري كلشي دخل بكري. غير حنا نتمنوا يا ربي المحل ديال الخبز وبلاصه الحلوى وبلاصه هادشي ديال التريد. نتمنى حنا دايرين احتياطنا ومضفي المحل ديري اللي قاد ديري الكمامه ديري حافظ الله. هادشي اللي غنقول لكم وكنديروا حاجه نقيه وما كاين حتى شي حاجه. غيبقاو فينا غير الخدامه ملي غنوقفو حنا غيوقفو حتى هما. ونطلبوا الله هاد الماي اللي كارين عندهم حتى حنا يخصهم يصبروا علينا بنادم في هاد الازمه. اي واحد كاري عند شي محل خصو يصبر عليه في هاد الازمه. هاد الكلام ماشي رخيص راه غالي نيت وغنمضي عينيك ديال الشهر في 4 سيمانات. كاين اللي يدير قرعه كاين اللي خايد السلعه بالكريدي كاين الله يحسن العون. بنادم كله ربي اللي عالم به والله الله يحد علينا الباس وصافي. حنا هادشي ما منوش راه حنا كنشوفو غير الله يشافينا ويحفظنا ويحفظ لينا بلادنا يا ربي. ولكن راه ضروري هذه الحياه حتى واحد ملي غتجي فيكم حتى واحد ما يعقل عليك. واش نقول لكم كنقول لكم هنا كنعاود نقول لكم اللي عنده شي رزق كثير وعنده شي خير كثير وعنده ما نقولش لكم كله رزقه كله ربي اللي عالم به يصدق منه يصدق من المقربين. اللي عنده شي عائله ضعيفه يصدق عليها. كاينه مسكينه دابا كتمشي تقدر تجيب رويبعه 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 الله يحسن العون. حنا داك الشيء اللي جبنا شويه 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 داكشي مزيان الحمد لله عندنا باش نعيشو الحمد لله. هاد الساعه نتمنوا يا ربي لا لا لحقنا لا شي حد والله حد صعيب الحال والله والله يصايبو صافي. كتشوف واحد النودر واحد البارتنر صيفطو لينا عامره في الواتساب صيفطو ليا عامره غير بالسلعه تبارك الله ما شاء الله. قلت ليهم بيم واسيمه ومرجان عدو داك السيد اللي دايره هادوك فلوس تبارك الله منين وكله هداكشي. الله يكمل عليه بخير. ولكن الناس اخرى كيشوف كيتنادى حل عيني يقولوا هذاك كاع داكشي شراه راه ماشي خاصو مات كورونا خاصو 100 كورونا وكورونا. داكشي عندو حنا ما عندناش. كاين اللي كيتنهد في الخاطر الله يستر كاين اللي كيقول تبارك الله الله يكمل عليه بخير كاين اللي لا مسكين ما واصلش مابقاش دابا كيتاتي وبا كيتسكر. الله يحسن العون. الناس راه محنا زعما ماشي ما محناش والحمد لله بسيدنا الله يحفظو لنا ونصرو لنا بعدا كينا موفر لنا كلشي. ونتمنوا يا ربي كاع الناس اللي عنده شي رزق يا ربي يتعاون مع المسكين والضعيف واكثر يفاد عواشر. والله الا واحد السيده كتعيط ليا وتدوي معايا في الواتساب اللي عندها ما محنه الا حاجهكم كطيب. والله صيفطت ليا شي تصاوب في الواتساب ما قديتش نشوفهم. درت لها غير هكا صيفطت لها درت لها غير هكا ما قديتش نشوف فيهم وما لقيت لها جهد. قالت لك طيبه وليكو شدو وهذا وهذا ما كرهش المحسنين يعاونوني.
وبزاف الناس كيعيطوا لي يقولوا يا شي محسنين. انا اللي قسم الله كنعطيه، اللي قسم الله في سبيل الله كنعطيو. عندنا حتى حنا حبابنا خصنا لما نعطيو حنا راه حبابنا مساكين اللي ما عندوش اللي ضعيف وما كنوصلوش مره كنوصلوه والله. وعاد كتشوفي براني مره تفت فيه كيكون حدا كتوقف عليك يقول لك عطيني ما عنديش، واخا من عندك من داكشي اللي خديتي قليل، واخا تاخدي مصارفه كتاخدي السلعه من الهري وتاخديها وتجيبيها وتقاديها وتصايبيها وعاد تبيعيها، وعاد في العشيه كيجيك مول الهري عاد كتعطيه الفلوس. اي حاجه كتاخديها مصارفه كتخدمي داكشي تقادي وتبيعي وتربحي شويه وعاد كتعطي المول السلعه شغله. واحد اخر كيشوفك يقول خدامه صامش والله الا خدامه بخير ربي اللي عالم كل واحد والله. حتى واحد ما هاني الا كتشوفي شي واحد واقف وخدام تقول كحله كحله، حنا قايدين حنا السلعه بشويه بشويه كنخدموا كنعطيو لهري، وكاك من هذيك السلعه ديال المصارفه وهذيك الوقفه وهذا نعطيو لهذا ونعطيو لهذا من القليل. الواحد اللي ما عطاش من القليل عمره ما يعطي من الكثير. لقيتي شاده حداك ما دايماش لك، خاص تمشي وتخلي كلشي، وحنا راه غاديين وغنمشيو نخليو كلشي والله. غير الواحد اللي عنده يصدق، اللي عنده شي مسكين ولا عنده شي واحد ما عندوش هاد الشهوره فيهم الاجر. كنقول لكم ما حد بنادم حي يصدق الحاجه الزوينه، راه ما كاين والو لا عندك لا لا. بنادم مريض وكيز، وبنادم موت وكيشوف الموت ويشوف المرض الخايب وكيز كيز ما يعتقش ما يرحم. الله يرحمنا. انا بعدا غير يكونوا غير عندي شي بركه ما نقدرش نقابل غير الحجه والعمره، ما نكذبش عليكم والصدق ونصدق. الله يعطيني غير باش ندير الحجه والعمره والصدقه، نصدق على الدراويش. الله يعطيني فلوس وشي رزيق من عند الله، من عند الله يا ربي. نتوما حنا وجميع المسلمين غير باش نصدق على الحباب، ما يكونش بنادم كاز وطاغي ويتسامح. كنعاود نقولها لكم، راه قلتها لكم في المحل وعاود قلتها لكم دابا، يتسامح. والله الا مسامح كريم ربي كيغفر لينا وربي راه عطانا ابتلاء. والله الا عطانا ابتلاء. الا كنقول لكم كنت ألم تألم تألم علاش كنت ألم ولا كيصفر الزوكه زوكت. والله ودي الابتلاء جانا صعيب بزاف 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 بزاف، والناس ما عارفينش وما فاهمينش، باقي بنادم مجهد وباقي طاغي شي ما كيسول على شي صله الرحيم، لا كي درتو لا كي بقيتو لا هادي لا ديك لا يخليك حتى حاجه ما كاينه من هذا الشيء. بنادم باقي شاد وباغي وباغي وباغي. الله يهدينا على بعضياتنا يا ربي تهدينا، وديروا الدعاء الحباب. نوضوا والله الا نوضوا وسط الليل وكم على ثلاثه ولا جوج بكيو على الله واستجيبوا مع الله، بكيو على الله يا العباد يا الحباب فيما كنتوا يا ناس يا ناس. يا ربي يا ربي يا ربي ديروا الدعاء وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، وديروا الدعاء داكشي اللي في نفسكم. يا ربي تشوف فينا يا ربي تحن فينا يا ربي تلطف بينا يا ربي يا ربي، لا تسمح لنا يا ربي، لا تعذبنا يا ربي، لا تسلينا يا ربي، لا تعطينا اللي خلعنا يا ربي. راك تحنين وعظيم وانت راك غالي وعالي يا ربي، لا حاشا دير فينا شي حاجه خايبه يا ربي. راك غفر لينا وسمح لينا يا ربي، واخا ما دايرينش شي حاجه خايبه كنتمنى تغفر لنا وتسمح لنا وتعفو عنا يا ربي يا ربي، وتعفو على جميع المسلمين اجمعين يا ربي يا علي يا عظيم. ما هادشي بغيتو تسمعوا العالم كله وديروا معايا امين. الله يسهل علينا وعلى الجميع يا ربي، الله يجيب لنا غير الصحه والعافيه يا ربي، وتحفظنا وتحفظ وليداتنا واي واحد في الدول العربيه واي واحد في الدول في العالم يا ربي تحفظوا يا ربي تحفظوا يا ربي وليداتنا وليدات المسلمين، خواتاتنا وخوتنا وخوت جميع المسلمين اجمعين يا ربي يا ربي يا علي يا عظيم يا ربي يا ربي تفرج علينا يا ربي يا ربي يا ربي. وخليتكم احبب ما سخيتش بيكم، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو وما نطولش عليكم لحقاش لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. وصافي لازم كلشي الرعب 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 لازم خايف ميسيك. انا دابا طالعه في الدرج كله واش طالق، كاين اللي طالق الشيح، كاين اللي طالق الخزامه، كاين اللي طالق الريحه الزوينه والجيران الله عمرها دار. وليتي طالعه وكل واحد شاد تيقارو ساد عليهم، الله يشوف من حالنا ويشوف مع جيراننا يشوف من حالهم ان شاء الله. الله يحفظنا يا ربي تحفظنا ان شاء الله، غير يحفظنا الله ربي حاشا يبغي لنا شي حاجه خايبه ربي حاشا. ربي كبير وعزيز. السلام عليكم.